اهلا وسهلا من جديد. فقره ترند جمعنا بكم، وعنوان الفقره اليوم زواج القاصرات، واحده من المشاكل التي تؤرق المجتمع السوداني والعالم ككل، زواج القاصرات. سعيدين اليوم ان نتكلم عن هذا الموضوع باستفاضه اكثر عن مشاكل زواج القاصرات والحلول اللي حيقدمها لنا استاذ عثمان ادم الموجود معنا داخل الاستوديو من حمايه الطفل ومنظمه بلان سودان العالميه. مساء الخير عليك. عليكم السلام ورحمه الله، شكرا جزيلا على مرحبا. في البدايه يعني فكره زواج القاصرات هي منتشره والناس عارفه في المجتمع السوداني، الى درجه منتشره في عندنا في السودان. في البدء هنا بنسميها زواج الاطفال بصفه خاصه، لانه يمكن يتم تحوير المصطلح بتاع القاصرات لاشياء ثانيه. حسب الإحصاءات اللي هو المسح العنقودي متعدد المؤشرات في 2014 بتدل على أن حوالي 38% على مستوى السودان، مع التفاوت بعض الولايات يمكن يزيد في كسلة، في النيل الأزرق، في غرب دارفور، جنوب دارفور يكون أكثر من كده يعني. وبرضو المسح الصحي الهاوس هولد سيرفي بما يسمى يعني بيأكد انه اكثر من 37%، فالظاهره منتشره يعني تضرب صوره كبيره. طيب استاذ عثمان، يعني لو جينا تكلمنا عن زواج القاصرات او زواج الطفلات زي ما انت تفضلت وتكلمت، بنجد انه في حد ذاته دي مشكله يعني، وبالتاكيد بتنتج عنا مجموعه من المشكلات، فخلينا نتكلم على ابرز المشكلات اللي ممكن تواجه زواج القاصرات او زواج الطفلات اللي بتنتج عنا. أبرز المشكلات يمكن تبدأ من المجتمع على مستوى المجتمع لغاية المستوى العام على مستوى الدولة يعني. مثلا العادات والتقاليد والمفاهيم المتعلقة بالحماية والسترة، فبتجعل الأسر إنها تزوج بناتها في سن دون 18 سنة، بالإضافة لمفهوم السترة والخوف وكده يعني. احيانا عندها ربط بالدين، على انه السيده عائشه تزوجت وعمرها كان في سن التاسعة وكده، لكن ما كان في بحوث عشان تدل انه هل هذه المعدله يصلح الان ام لا. الى مستوى القوانين والتشريعات الموجوده في السودان، رغم انه قانون الطفل 2010 بتعرف الطفل انه اي انسان دون 18 سنه يعتبر طفل، لكن بيتعارض مع قانون الأحوال الشخصية، وتقول إنه يعني أي إنسان يحق له الزواج وقت ما بلغ الحلم، والحلم دي كلمة فضفاضة محتاج لإنه يكون فيها معايير، لأنه حتى ما بيساعد القاضي على تحديد السن وما شابه ذلك. أضف على ذلك الفقر الموجود في كثير من المناطق، أحيانا بعض الأسر بتلجأ لزواج البنات في سن مبكر للتخلص من العبء الموجود على الأسر الممتدة والأسر الكبيرة يعني بصفة خاصة. إضافة لذلك السودان يعتبر مجتمع ذكوري، فما بتقيم المرأة أو البنت بصفة يعني، فالذكورية والمفاهيم دي برضه في استعلائية على المرأة، استعلائية على المرأة بصفة خاصة أو البنت في المنزل يعني، بيحرم من كثير من الأشياء اللي ممكن يستمتع بها الولد بصفه خاصه. طيب واحده من يعني تكلمت قبل عن انه في بعض الولايات او المناطق فيها انتشار ظاهره زواج الطفلات بصوره اكبر من الولايات الثانيه. هل الثقافات المحليه هي سبب في انه بجانب الاسباب اللي ذكرتها، الثقافات المحليه هي قد تكون بتدعم فكره زواج الطفلات دي؟ نعم، الثقافات بتدعم، ولو مسكنا في المحتوى بتاع العادات والتقاليد بصفة خاصة يعني واحد من الأسباب، بالإضافة للتعليم يعني قلة التعليم والوعي بالمخاطر اللي ممكن تسببها الزواج المبكر، لأنه الناس ما بتنظر لهذه الأشياء. لكن في المجتمعات شوية يعني في الخرطوم نجد إنه النسبة شوية أقل من الولايات الثانية، فالفقر والحروبات والأعباء الكثيرة الواقعة على الأسر، بالإضافة للعادات والتقاليد وبعض القبائل يمكن عندهم الزواج لازم يكون في سن مبكر جدا، والحمية بتاع القبيلة وكذا يعني. طيب المشكلات زي دي الثقافية أو القبلية كيف أنتم ممكن تتجاوزوها عندكم للتقليل أو للحد من هذه الظاهرة؟
هي طبعا ما سهلة، لأنها أي حاجة متعلقة بالعادات والتقاليد بتحتاج لأننا نعمل في تغيير المفاهيم والمعتقدات والممارسات، ودي بتحتاج العمل على مستويات مختلفة، يعني على مستوى القوانين وعلى مستوى نشر الوعي، نشر الوعي في المجتمعات. أضف إلى ذلك العمل على تغيير أساليب التنشئة والتمييز اللي موجود في داخل الأسر، فهي محتاج لتغيير مفاهيم، يعني ما حاجة سهلة زي العمل في المجالات الثانية، يعني زي الخدمات بتاع الصحة والماء اللي هو عمل مباشر وخدمات مباشرة، لكن العمل في التوعية دائما هي من المجالات الصعبة جدا. هي فيها تحدي كبير لكن الناس ممكن يعني. طيب جميل. تعمل في الخصوص أنت عملتوا عدد من ورش العمل أو عملت ورشة بخصوص التوعية، عشان عملتوا شنو يعني؟ أول الورش بتستهدف الطفلات ذاتهم ولا بتستهدف الأسر ولا مجتمع معين أنتوا بتحاولوا تنشروا فيه ثقافة بتاع التوعية محددة عشان الناس تقدر تتجاوز المعضلة دي؟ إحنا بنعمل على ثلاثة محاور، بنشتغل مع الجهات الحكومية والرسمية في إنه يكون في تعديل للقوانين وإصلاح للقوانين الموجودة أو سن قوانين جديدة، يعني قانون الأحوال الشخصية المفروض يعدل ويحسن، وإنه يكون في قوانين تجرم، يعني حتى المواثيق الدولية الموقعة عليها السودان زي الميثاق الأفريقي والاتفاقية بتاع الأمم المتحدة بتقول إنه الدول المفروض تحدد سن الزواج، وإنه إحنا في السودان المادة دي متحفزين عليها في كدولة، بيحتاج إنه يكون في عمل مع على المستوى دي، العمل على مستوى منظمة المجتمع المدني، أي ناس أو جهات بتقول إنها تشتغل في إنها توعي المجتمعات أو السودانيين فيما يخص زواج الأطفال، مفروض نشتغل معهم عشان يكون عندنا شغل مشترك. بيحتاج إنه يكون في عمل على توعية رجال الدين، يعني الترويج على إنه السيدة عائشة تزوجت في سن 9 وكده، مفروض ننظر على الجوانب الصحية وقدرة الإنسان لتحمل المسؤولية والحاجات دي مفروض ينظر عليها، بالإضافة لأنه العمل على مستوى المجتمعات لتغيير مفاهيم والتوعية على المجتمع، والعمل على البنات ذاتهم أو الطفلات دون سن 18 سنة لأنه هم أصحاب الشأن نفسهم. فإحنا هسي يمكن عملنا مؤتمر في الأبيض، ودي كانت يعني واحد من المحاور اللي كنا بنشتغل فيها اللي هم أصحاب الشأن ذاته، وكانت المؤتمر في خلال يومين يعني ممكن نتحدث في محاور. طيب دي الورشة اللي انتوا عملتوها ودي توصيات طلعت بها في الورشة، لكن فعليا في بلان سودان يعني انت في البداية تفضلت وذكرت لنا مجموعة من الإحصائيات في بعض المناطق والأقاليم في السودان، يعني هل قمتوا مثلا بدورات تدريبية أو نشرتوا الوعي ما بين القبائل اللي انتوا حسيتوا ممكن يكون فيها بيدعو إلى زواج الطفلات؟ في هذا المجال يعني البلان بصفة خاصة هي محور يمكن في الدول الثانية في تقدم فيها كثير، لكن في السودان هي عمل شبه جديد، كانت بتدخل من ضمن المحاور التوعية إذا كان في ختان الإناث أو التوعية في التثقيف الصحي وكذا، كانت بتجي كشيء كتقاطعات في برامج التوعية، لكن سعينا على إننا يكون عندنا عمل كبير فيه بكل محاوره اللي تكلمنا فيها. يمكن إحنا جزء من مجموعة العمل القومية اللي بتشتغل في مجال التشريعات والقوانين مع اليونيسيف ومع الأطراف الأخرى، لكن يمكن ما في عمل موحد كده في المجال دي كبلان شغالين فيه، لكن ساعين على إنه هي جزء من الاستراتيجية وساعين على إننا جميل. نعمل فيها. هل يعني طالما المجتمع الدولي هو بهتم جدا بفكرة زواج الطفلات دي وبأساس إنه الظاهرة دي سيئة مفروض تتلاشى من المجتمع، هل ممكن تأثر في علاقات السودان الدولية؟ خصوصا يعني في كلمه رئيس الوزراء في يعني كلمه القاها في البرلمان الاوروبي، واحده سالته انه من المشكله دي بالضبط كده، هل بامكان تاثر في علاقات السودان مع الدول الثانيه؟ ما افتكر هي تاثيرها تكون بالغ، لكن بيعتبر انه السودان يعني ما من الدول اللي ملتزمه يعني بالمعاهدات اللي بتوقعها، فاي شيء وقعناه مفروض نلقى قدره وكده يعني، فهي مادة متحفظ عليه
فمفروض الناس تفكر في انه كيف تزيل التحفظ دي في انه يحصل مواءمة للقوانين فيما يخص زواج الاطفال. نعم احنا شاكرين لك استاذ عثمان ادم عبد الكريم، بتمنى لكم التوفيق في انه كل الظواهر او كل المشاريع اللي انتم شغالين عليها يتم التوعيه بشكل جيد وتتلاشى في فتره من الفترات، يعني حتى تتجهوا لمشاريع ثانيه بتتعلق بالتنميه. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا. الحمد لله. علي، كل واحد مننا اكيد بيكون عنده هوس بمتابعه حاجه معينه. انت بهوس بمتابعه شنو؟ والله يا اخي بتابع حاجات كثيره يعني. ابرزها؟ انت قصدك في على مستوى البرامج؟ يعني مستوى البرامج. ايوه انا بصراحه البرامج السياسيه هي اللي بركز عليها اكثر يعني. دي فكرتي في البرامج السياسيه. تمام. طيب كيف بتنسق ملابسك؟ بتختار الوانك كيف؟ والله اول حاجه يعني بركز من خلال البرامج العالميه اللي ممكن بتلقاها، بالاضافه لبعض المهتمين بالفاشن عموما في انه قدر شنو ممكن تختار حاجه كويسه. وظهرت في السودان حاجه جديده، فكره اللبيس السوداني وايه ما بعرف، الناس رغم التنمر اللي قاعد يحصل فيه يعني انت ممكن تنزل لك حاجه الناس كلها تجي نازله فيك، ودي حاجه حنتكلم فيها في يوم من الايام بصوره مفصله. لكن البرامج العالميه هي طبعا بتكون متخصصه في الجوانب ده. اكيد احنا في البرامج العالميه هنشوف هشوف تصميم الازياء. اول شيء في البدايه خلوني احيي ابرار الستايلست اللي هي دائما بتهتم بان تظهرنا بصوره لطيفه، وسوزان كمان لها تحيه. طالما نتكلم عن الموضه، تصميم الازياء مواكبه الموضه اصبحت واجب لابد منه، لكن لا يعني انه كله جديد بيناسب العالم. ممكن الشيء اللي اختاره علي قد يكون ما مناسب لاخوه، دائما بيتم الاختيار على حسب لون البشره او حسب الطول او حسب الوزن. دائما لما نكون متابعين لهذه البرامج يعني شيء ما بدور الواحد، وبرنامج بروجكت رانواي اللي بيفرد مساحه للمصممين الموهوبين العالميين وكمان المحترفين في اضافه بعد اخر لتصاميم علم الأزياء أو عالم الأزياء. لمزيد من التفاصيل الزميلة رحاب النعيم أعدت هذا التقرير. خلونا مع بعض نتابع جديد وعالم الموضة.